فترة الثانوية العامة والفترة اللي قبلها هي الفترة اللي كل واحد فينا بيرسم طموحاته ومستقبله. في واحد حلمه ان هو يبقى طبيب، فضل طول حياته يذاكر، مش مهتم بجسمه، مش مهتم باللياقة البدنية، بس كل حياته مذاكرة. في واحد تاني كان كل حلمه ان هو يبقى طيار، مهتم بدراسته، مهتم بجسمه عشان اللياقة البدنية، لكن كانت مشكلته الوحيدة ان عنده ضعف نظر، ما بيقدرش يوصل 6/6 من غير نظارة. هل يا ترى طب العيون عنده حل يوصله 6/6 من غير نظارة؟ ده اللي هنعرفه النهارده في حلقة الليزر السطحي او PRK. تابعونا، معاكم دكتور أحمد يونس. أهلا بيكم في سلسلة حلقات تصحيح الإبصار. النهاردة الحلقة الثالثة. اتكلمنا قبل كده عن إيه هي عيوب الإبصار، يعني إيه طول نظر وقصر نظر واستجماتيزم. اتكلمنا في الحلقة الثانية عن الليزك والليزك التفصيلي. النهاردة هنتكلم عن PRK أو الليزر السطحي. كتير من طلبة الثانوية العامة بيكونوا عايزين يلتحقوا بكليات بتتطلب مستوى عالي من اللياقة البدنية. لازم يكون وزنه كويس، لازم يكون شكل جسمه كويس، ولازم يكون شايف 6/6، بيكون عايز ان هو يشوف 6/6 بدون نظارة. ساعتها احنا بنقترح عليه PRK او الليزر السطحي. PRK مختلف عن الليزك في بعض الحاجات، له مميزات وله عيوب. طيب ايه هو PRK وايه مميزاته وايه عيوبه؟ زي ما اتكلمنا قبل كده في حلقات الليزك والليزك التفصيلي والفيمتو ليزك، ان احنا علشان نعمل ري شيبنج او تصليح للقرنيه لازم بنشيل شريحه رفيعه جدا من القرنيه بنسميها فلاب، بنرفعها لفوق وبنعمل ري شيبنج، بننزل اشعه الليزر على القرنيه وبعد كده بنرجع الفلاب دي مكانها تاني. الفلاب دي بتفضل باينه طول العمر. صحيح اللي بيعمل ليزك بيكون شايف 6/6، بس في اي وقت حتى ولو بعد 20 او 30 سنه من العمليه لو راح لدكتور عيون هيعرف ان هو كان عامل ليزك. الميزه الاساسيه في PRK ان هي ما بتسيبش اثر على العين، او بمعنى اصح دكتور العيون ما بيكتشفش للوهله الاولى ان المريض اللي قدامه عامل PRK. في PRK ما بنحتاجش ان احنا نشيل الشريحه الرفيعه دي، ولكن بنعمل تقشير للطبقه الخارجيه اللي على قرنيه العين وبننزل اشعه الليزر على القرنيه وبنسيب العين. الطبقه اللي احنا عملنا لها التقشير بتتكون في فتره بتتراوح من 10 ل 14 يوم، ممكن تكون اسرع من كده او ممكن تكون ابطا من كده. دي الميزه الاساسيه في PRK، ان هي ما بتسيبش اثر على العين. بعد ما بتعدي فتره بيبقى انسان طبيعي جدا، ما بيبانش على عينه ان هو عمل اي عمليات. ولكن هل اي حد تنفعه عمليه الليزر السطحي او PRK؟ للاسف لا، لان لو كانت تنفع كل الناس كانت كل الناس عملتها، لان هي على المدى البعيد في كلام كتير وفي ابحاث كتير بتقول ان هي افضل وامن للقرنيه. بتكون متاحه للناس اللي عندهم عيوب ابصار ارقامها منخفضه، يعني بمعنى صح لو انت نظارتك رفيعه فانت ينفع لك PRK، لو انت نظارتك تخينه شويه او تخينه خالص فانت مش هينفع لك PRK. PRK بتتحدد بحاجتين، بمقاس النظاره بتاعك وبسمك القرنيه. يعني لو انت نظرك بيتراوح من -2 ل+2، يعني انت -2 -1 -0 +2 +1 في الحدود دي، فانت غالبا ينفع لك PRK وهتشوف كويس جدا. ولكن المشكله اللي انت لازم تكون عارفها قبل العمليه انه في 3 حاجات اساسيه انت هتواجهها بعد العمليه، زي بعض الالم، بعض الزغلله، بعض الالتهابات. كل حاجه من الحاجات دي بتاخد وقتها وتروح، والدكتور بيكون معرفك ان كل حاجه من الحاجات دي ليها وقت معين وهتروح. الثلاث حاجات دول هم الضريبه الاساسيه اللي انت بتدفعها عشان تعمل PRK، علشان تعمل عمليه تصحيح نظر من غير ما يبان على عينك ان انت عملت تصحيح نظر. هل العمليه دي للطلبه اللي عايزين يلتحقوا بالكليات دي بس؟ لا، في حالات تانية حتى لو بنات بنعمل لهم ليزر سطحي. لما يكون حد قرنيته رفيعة أو هو بيخاف من العمليات ومش عايز يحس بأي حاجة أو مش عايز يكون في أي حاجة باينة على عينه بعد العملية، بنعمل لهم الليزر السطحي. لو في حالة عندها اشتباه في قرنية مخروطية، مش قرنية مخروطية ولكن اشتباه في قرنية مخروطية، بيكون من الأأمن إن احنا نعمل لها ليزر سطحي بشرط إن درجاتها وسمك القرنية تصلح للليزر السطحي. الحاجة الثالثة هو الناس اللي بالفعل عندهم قرنيه مخروطيه ولكن في بدايتها في عمليه اسمها اثنز بروتوكول او بروتوكول اثينا، بتسمح لنا ان احنا نعمل عمليه الليزر السطحي على التوازي مع عمليه تثبيت القرنيه اللي هي كورنيال كولاجين كروس لينكينج، بحيث ان احنا نصلح تضاريس القرنيه ونثبتها في نفس الوقت. PRK عمليه جميله وعمليه امنه، وفي معلومه عايز اقولها، PRK هي عمليتي المحببه، عمليتي المفضله لتصحيح الابصار. انا بحب عمليه PRK بدون اسباب منطقيه، بس هي عمليتي المفضله.
لو عايزين تعرفوا أكتر عن البي آر كي ابعتوا لنا الأسئلة بتاعتكم، أو تابعونا كل يوم خميس الساعة 8 بالليل بيكون عندنا لايف بنجاوب على أسئلة الناس، وتابعوا الحلقات اللي جاية في سلسلة تصحيح الإبصار لسه ما اتكلمناش عن زراعة العدسات وعن الفيمتو سمايل. معاكم دكتور أحمد يونس.